بصفقة كبيرة. ايه ده؟ اطلب الأمن واطلب البوليس دلوقتي حالا. اهدى يا خيرو، اهدى يا خيرو، أنا اللي قلت له يجي. أنا ما قلتلوش يجي. معلش اهدى بس، اهدى. اهدى إيه؟ إيه اللي جاب المناظر دي هنا؟ أنت عارف لو الأمن بتاعك جه هنا يحصل فيه إيه؟ بيتهيألي أنت مش حابب تشوفهم في المنظر ده. بعدين مش عارف لو طلبت الحكومة هتقول لهم إيه بالظبط؟ هقول لهم على اللي أنت عملته، ولا أنت نسيت؟ معقول؟ هتقول لهم إن أنت وبنت أختك سرقتوا العقد وأنا رجعته لصاحبه؟ اسمع كلام مدام ندى وإهدى، أنا عايزة في كلمتين وأمشي على طول. معلش يا خيرو، ممكن تسيبنا لوحدنا؟ أسيبك إزاي؟ من فضلك يا خيرو، أنا عارفة أنا بعمل إيه، وبعدين إحنا هنا عندك في المصنع، يعني إحنا في أمان. وريت تبلغ السكرتيرة تلغي الأوردر الأولاني، وتبعت لنا فنجانين قهوة عشان نعرف نتكلم. نسيتر عليك. اقعدي يا مدام ندى. افهم الاول، انا طوعتك وعملت اللي انت عايزاه بمزاجي، رسيني على الحوار. ماشي، بس نتفق اتفاق، بابي ما يعرفش ان انت اللي جبت لي الموبايل. تمام، حصل. ماشي، عايز تعرف ايه بقى؟ انت عرفت حوار منى منين؟ بسيطه، منى بتشتغل عندنا في المجموعه، وانا اتعاملت معاها كذا مره، شفت واحد من رجالتك شايلها لما انا كنت قاعده مستنياك بعد ما عرفت اللي انت عملته مع خاله. ملعوبه بالسهوله دي؟ اصل انا اشجع اللعبه الحلوه. يبقى احنا كده بنشجع فريق واحد. نعم. وانتوا بتعاملوا الزبائن بتوعكم بالطريقه دي كده مش حلو في سمعه المستشفى. هو انت بقيت زبون هنا؟ معرفش، محدش قال لي. طبعا مش ليا حاله عندكم. انا عايزك تصحصح معايا عشان ولا ايه؟ انت اللي جابك؟ جاي ادفع حسابها. ونمت الحساب عندي هنا. انت تاخد بعضك كده وتنزل على الخزنه، قول لهم ان انت تبعي، هيعملوا لك ديسكاونت هيعجبك. يدوم الواجب. أنا كده حاسبتك واديتك حقك، فاضل أنت تحاسبني. هو مش المفروض كمان بيه حاسبك وخلص معاك موضوع العربية؟ حصل، بس اللي بعد كده مفيش. لا، اللي بعد كده ده بقى بتاعك أنت، محدش قال لك تعمل سبع رجالة في بعض وتنقذها وتسيبها تعيش. خلاصة الحكاية، والبنت عايزة مليون جنيه. مليون جنيه؟ هو أنت كبرت ولا اتجننت ولا إيه نظامك؟